محلى هواك محلى هواك. بصوته الذي بلسم جراح الأحبة وترجم مشاعر العشاق ونضالات الأحرار وهتاف الثوار، صوته الذي كان امتداداً لضمائر الوطنيين وملامح اليمن بقاماته وأعياده وأمجاده. أيها الخافق الذي تتفيح، ظله الصافنات والهيجاء. إنه أيوب طارش عبسي، الفنان الذي شكل بصوته وأغانيه أبرز ملامح الغناء اليمني المعاصر. فما قبل أيوب ليس كما بعده، ولم لا؟ فقد شكلت تجربته الفنية مدخلاً لاستقراء الغناء اليمني عامة والتعز على وجه الخصوص. لأغاني أيوب بتنوعها وتعدد مضامينها روح متجددة بحضورها الدائم في يوميات الناس وطقوسهم، بأفراحهم ونضالاتهم وعلاقتهم بالأرض والوطن. خلي النادى خلي النادى فوقات عليك يا همي. من أقاصي حنجرته إلى أقاصي قلوبنا يتسلل الشجن وتغفو المواويل، هو الذي حمل همنا وهندس أفراحنا بعطاء قلبه. هذا عطاء قلبي قاسم، قلبي قاسم وأعطى. إنه أيوب مهندس الحنين ومخترع صورة الوطن الأنقى، لم يكن سواه مهندسها الذي يجيد تجسيدها بكل هذا الجمال. وأي جمال، إنه الجمال الذي خلقه هو دون غيره. أيوب الذي يبدو الحب في حضرته بكامل فلسفته ورونقه، ويبدو الوطن بكامل أناقته، ويصبح المنفى في حضرته وطنا رحبا. رافق صوت أيوب شجن المهاجرين وغربتهم، وعلى نغمات أوتاره هفت أرواح الملايين، وارتحلت بصوته قلوب صوب أحبتها، واتجهت بندائه وجوه وقامات صوب قبلة الوطن. للأرض عاد لها ذو يدا. وحينما صدح بالسؤال الوجودي المهول، هل الأرض عاد لها ذو يزن؟ كان ذو يزن يطل من قرص الشمس التي أطلت على جبال اليمن وسهولها وبيانها ورمالها، كل رمالها، شمس اليمن ووهجها، اليمن فحسب. يمن أيوب ويمننا نحن العاشقين والمهاجرين والمبعدين والحزانة في زمن المنافي والانكسار. أيوب لحظة أغنى رددي أيتها الدنيا نشيدي، نسج من خيوط قلبه نشيدنا الوطني وجعل الحناجر تصدح بحبه. أيوب الذي رقصت على نغماته ملايين الأرواح، كان صن وهسهسة البلابل وأهازيج الحقول وحنين الينابيع، ولا يزال. يا حبي ما علمت قلبينا سوى علم السماء.